والمرور من الفلسطين عادوا بسبع سنين الشهيد وصلنا الشهيد وصلنا إلا الأرض وإلا الدير مثل المسجد هالقرار بدنا دولة حجيران مثل دولة حجيران حجر دولة وفجر جديد حجر دولة وفجر جديد ويا إخوان مطالبنا شرعية بدنا نجسد هالقرار على النار وفجر جديد للأحرار الأمميين حدود 67 حدود 67 حدود يعني إعلان الاستقلال الذي جاء منسجما مع قرارات الشرعية الدولية جاءنا للأمم المتحدة لنقول الشرعية الدولية لا يمكن أن تتحقق عدالتها إلا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تعطي لشعبنا الفلسطيني الحق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 67 شعبنا الفلسطيني الشعب الوحيد الذي لا زال يرضخ تحت الاحتلال والغياب الدولية غائبة لهذا آن الأوان لتحقيق مبدأ العدالة من خلال تمكين شعبنا الفلسطيني من بسط سيادته على حدود 4 حزيران عام 67 وفقا لقرارات الأمم المتحدة عام 2012 بقبول عضوية فلسطين دولة مراقبة. وثانيا جئنا في ذكر إعلان الاستقلال لنقول للأمم المتحدة آن الأوان لاستصدار قرار من الجمعية العامة بتحويل عضوية فلسطين إلى عضوية عاملة وكاملة بما يمكن من الدعوة لمؤتمر دولي تحضره كل الأطراف دائمة العضوية ومستندة قرارات الشرعية الدولية والسقوف الزمنية حتى يتمكن شعبنا الفلسطيني من أن يحقق أهدافه بالحرية والعودة والاستقلال. يا لجنة دولية